السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين ناخد سيكشن في برنامج السينكرو، بدوس رايت كليك واقول له ان انا عايز اعمل كات في قلب البلان، كات بلان، واقول له لا اما الاكس لا اما الواي لا اما الزد، وبعد كده ببدأ اضغط وببدأ احرك المقبض بحيث ان هو يبدأ يظهر لي سيكشن في قلب البلان. اقدر اخد اكتر من كات بلان او سيكشن، مثلا في الزد بحدد النقطة والمقبض بتاعي أبدأ أتحرك. طيب لو أنا عايز ألغيه أو إن أنا أعدل فيه، بروح لـ 3D View Properties وأختار الكات بلان، ممكن تشيل ديت أو تشيل ديت، يختفوا في أي لحظة عايز تفعلهم تفعلهم بالشكل دوت. ولما تعمل سيلكت على واحدة فيهم بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها، فممكن تقول له شو بلان بالشكل دوت، تمام. فهو كده عمل القطع بس مش موريني البلان نفسه عامل ازاي. وممكن تخفي المقابض من هنا، وهنا بيقول لي انت عايزها بلان ولا بوكس. فطبعا البوكس بيتحكم انت باكتر من طريقة بالشكل دوت حسب ما انت عايز. هو لما تدوس هنا رايت كليك هتلاقي هنا في قلب القط بلان اختيار ان انت تعمل قط بوكس، ومديك الاتنين اللي موجودين، تقدر تشيل العلامة فتفعله أو متفعلوش، وتقدر تغير اسم الحاجة دي تخليها مثلا كات مثلا، تقدر تتحكم في الاسم بتاعها زي ما انت عايز بالشكل ده. ممكن لو عدلت الأرقام هنا تبدأ تتعدل معاك برضو هنا، تقدر تعملها بشكل تحرك بالماوس، أو ممكن تكتب الأرقام اللي انت عايزها هنا بالظبط عشان يبدأ يعمل الكات.